فاول حاجه انا عايزه اعمل الشوكولاته البيتي او الخام اللي في البيت. دي عباره عن ايه؟ بص بقى، كوبايه الا ربع سكر بودر، سكر بودره، كوبايه لبن بودره، كوبايه سمنه، كوبايه كاكاو. دي كده هطلع منهم شوكولاته، الشوكولاته الخام. تمام كده؟ كوبايه الا ربع سكر بودره، كوبايه لبن بودره، كوبايه سمنه، كوبايه من الكاكاو. دي هتطلع لي الشوكولاته. تمام كده؟ هاخد بس اسيح السمنه، هعمل حاجتين، اسيح السمن، مش اقدحها، اسيحها، واطحن السكر البودره واللبن البودره تاني. يعني انت هحطهم دلوقتي كده في مطحنه عندي، المطحنه الصغيره او مطحنه كبيره، اي مطحنه عندك في البيت زي كده مثلا. ادي السكر البودره واللبن البودره، يطحنوا تاني. قول ما مطحنين، لا لازم يطحنوا تاني، يبقى فيها سنه خشونه. اخد كوبايه السمنه واسيحها، انا كده طحنت الايه، السكر البودره واللبن البودره. عايزه اطحن معاهم الكاكاو تاني، بس عايزه اعمل حاجه، مش عايزه الخلاط يلون. اقول لكم هعمل ايه، هاخد دول هنا كده عشان الشوكولاته البيضه، مش عايزاه ايه يلون. اطحن بس برضو ايه السكر البودره بتاعها. بصوا انا خدت هنا، انا حطيت هنا كوبايه سكر بودره، كوبايه لبن بودره، بتوع الشوكولاته البيضه، بتوع ايه الشوكولاته البيضه، عشان بس مش عايزه، انا هحط كاكاو كمان معاهم، فمش عايزه احصل لخبطه، مش عايزاه ياخد لون. يعني بطحنه حلو قوي الاثنين مع بعض كده. عندك البطحنه الصغيره حتى بتاعت الخلاط دي ممكن نعمل بيها. ايوه الشوكولاته البيضه معانا اهي برضو، عشان ايه نلخص الاثنين مع بعض. نحط هنا اللي انا كنت بتوع الشوكولاته العاديه بقى الغامقه اللي كنت بعملها دلوقتي، اللي هي كوبايه لربع سكر بودره، كوبايه لبن بودره، ضربتهم مع بعض، وادي كمان كوبايه كاكاو، كوبايه ايه كاكاو. واطحن واطحن كويس قوي عشان تطلع ان شاء الله معايا ناعمه. هي مقادير سهله خالص. دي حلوه بقى، يبقى كده دي مقادير الشوكولاته الخام. هروح حاطه بقى هنا ايه، طبعا الشوكولاته سايحه، السمنه سايحه سخنه. تمام، هروح اخلط بقى حاجه هنا، هاخد كوبايه السمنه بتاعت اللبن الايه بتاع الشوكولاته البيضة، بسيحها برضو. يا بص سيحيها وسيبيها تبرد، يعني ما تخليهاش سخنه عشان تبرد معاكي اسرع. سيحها برضو كده على النار. الشوكولاته البيضه دي خلاص غامقه كده خلاص اهي، هجيب بس علبه عشان تبقى فورمه ليها كده، واروح صبه فيها اهي. بصوا دي كده خلاص، دي كده خلاص هتتصب وتحط في التلاجه تجمد. دي الشوكولاته الخام. تمام كده، احلى طبعا، بشتريها من بره بكتير، يعني في الطعم احلى كتير جدا. تمام، طيب نيجي بقى هنا نعمل الشوكولاته البيضه. قلنا الشوكولاته البيضه ثلاث مكونات، ثلاث مكونات، سكر بودره، لبن بودره، سمن. الشوكولاته الغامقه اربع مكونات، ضفنا لهم ايه الكاكاو وبس، ونزلنا السكر شويه، وممكن تحط السكر زي ما هو برده، بس احنا نزلناه شويه فيها، يعني ممكن يبقى كوبايه 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 كوبايه، ما فيش مشكله، تبقى مسكره سنه صغيره. اللبن البودره هو كوبايه وكوبايه وكوبايه فقط لا غير. انا هنا سيحت السمنه، وهنا كوبايه من المضرب.
بس اهم حاجه الخطوات دي بقى ان احنا نسيح السمنه طبعا تكون نباتي يبقى افضل، وبعدين اللبن البودره والسكر البودره يطحنوا زي ما شفتوا دلوقتي مطحونين فين تحت هنا العلب هنا مش موجود، لا مش جوه ماشي. بصوا بقى هحط هنا كده كوبايه السمنه، بسم الله الرحمن الرحيم، مش مقدوحه ها، سايحه بس سايحه بس. اهي بصوا دي كده الشوكولاته البيضاء خلاص خلصت، شوف سهله ازاي. احطها في قالب او قوالب زي ما انا عايزه، بس بستنى عليها يعني لو سخنه، يعني دي حاسه لسه برضو السمنه عشان كانت سخنه فلسه سخنه شويه، استنى عليها تهدى بحيث ان هي تتقل. لو انا احطها قالب، لو انا قالب كبير اللي هي علبه كده واروح حطها فيها مفيش مشكله خالص، احطها على طول واوطيها في الثلاجه مفيش مشكله.